إلى المملكة السعودية، وهناك شاب كفيف تحول في غضون سنوات معدودة من شخص منعزل حسب قوله صعبت عليه تحديات الحياة إلى مدرب الآن على مواقع التواصل. اتخذ على عاتقه تدريب المكفوفين في العالم العربي على كيفية الاستفادة من ميزات التقنية عبر مواقع التواصل. محمد سعد مزج بين شغفه بالإعلام والتقنية في إذاعة أنامل مبصرة كما سماها، يبث من خلالها مقابلات ومقاطع مصورة لأحدث الأجهزة التقنية والتطبيقات الذكية المخصصة للمكفوفين، متحديا بذلك حواجز التكنولوجيا واللغة والمجتمع من حوله أيضا التي عادة ما يصطدم بها كثيرون في حالته. لا بل لديه الآن أكثر من 30,000 متابع على تويتر، وهو يعمل حاليا على إطلاق خاصية جديدة فضل أن يطلعنا عليها مباشرة خلال لقائنا بعد لحظات. ولقطات من كواليس عمل الشاب محمد سعد في إذاعة أنامل مبصرة. أنتوا الآن قاعدين تسمعوني عن طريق مايك الإذاعة مباشرة. زي ما أنتم شايفين هذا التطبيق اللي يعيني في البث على ترتيب الملفات الصوتية وجدولة البرامج. الآن مثلا راح أدخل واحد من لوجوهات الإذاعة. أنامل مبصرة. حنا الحين في محاكاة وتجربة للبث الإذاعي، يا هلا وغلا بكل المستمعين والمستمعات، خليكم معنا. أما هذا الجهاز فيطبق بعض التأثيرات على الصوت مثل إضافة صدى أو كورال، يستخدم لو جانا مثلا ضيف. إذن سأرحب من الرياض بصاحب إذاعة أنامل مبصرة محمد سعد، أهلا بك في تغريدة الصباح. أنت تقول وقلت لي بأنك أحدثت نوعا من الثورة والانتفاضة على ذاتك، واستخدمت مواقع التواصل لتقلب يعني حياتك رأسا على عقب. كيف ساعدتك مواقع التواصل؟ أول شيء صباح الخير عليك جسي وعلى الجميع. مواقع التواصل بالنسبة لي دائما أنا أقول إذا كانت مواقع التواصل بالنسبة للجميع شيء كمالي، إحنا بالنسبة لنا كمكفوفين أو عن نفسي أتكلم شيء أساسي. مواقع التواصل ساهمت بشكل كبير بإيصال مسجات كثيرة كنت حاب أوصلها للمجتمع، وعت المجتمع، قدرت من خلالها أوصل للمجتمع فكرة أنه فقد البصر ما يعني العجز أبدا، إحنا عايشين حياتنا طول بعرض. فالحمد لله أكيد مواقع التواصل بالنسبة لي جدا شيء مهم، ونعم انتفاضة لأنه تغيرت حياتي بفضلها 180 درجة. كيف؟ تعطينا أمثلة ربما، كيف كانت حياتك من قبل على سبيل المثال، يعني حياتك اليومية وكيف هي الآن؟ طبعا في السابق أي شخص معاق فاقد بصر غالبا، مش دائما، غالبا تكون علاقاته محدودة في المجتمع غالبا، لأنه الناس عموما تتخوف من فاقد البصر، تخاف أنه يزعل من أي كلمة تتعلق بالعمى، أنه أنت متى فقدت بصرك، أو أنه أنت ليش أنت صرت أعمى، فتخاف من حساسيتهم، فغالب الناس تتجنب. من خلال مواقع التواصل الاجتماعية حبيت أوصل فكرة للناس أنه فقد البصر ما يعني أبدا العجز، وأنه خلاص نقدر، ترى عادي دردشوا معي عادي، أنا واحد منكم زيكم بالضبط. فانقلبت حياتي 180 درجة، بدل ما كنت يعني عن أصحابي 2-3 صار عندي فانز وحساب الفانز وناس تتصور معي في المولات، الحمد لله تغيرت حياتي إنه قدرت أكون اجتماعي أكثر بفضل مواقع التواصل. لا صحيح، لديك معجبين وقد انهالت علينا حتى الأسئلة عندما أعلننا عن اللقاء معك اليوم. محمد أخبرنا أكثر، كيف أولا تحظى على أخبار التقنية وهذه الأجهزة الذكية التي تتحدث عنها في إذاعته؟ من الذي يطلعك عليها وتعمل بها كل يوم؟ أنا عموماً عندي اطلاع كبير بالأجهزة والتقنية، أبحث بشكل يومي لأنه التقنية غيرتني كثير وخلتني شخص مستقل تماماً. أنا أقدر أستعيد عن البصر تماماً، يعني في تطبيقات تخبرني عن الفلوس بدل ما كنت أستعين بشخص مبصر، في تطبيقات تقرأ لي المسجات، أستخدم السيارات الأجرة عن طريق تطبيق. فالفكرة أنه هالاستقلالية اللي أنا حسيت فيها واللي تغيرت خلتني شخص أنه أستقل بنفسي وأعيش لوحدي، حبيت أوصلها للمجتمع، وهذا اللي خلاني أهتم كثير وأعمل ريسيرش كثير على الانترنت عموما للتقنية، وصرت مطلع تماما. يعني خلاص أنه عندي مجموعات بريدية للأخبار للأشياء التقنية عموما، فالحمد لله نطلع ونحاول نفيد المكفوفين قد ما نقدر.
طيب محمد، أنت قلت لي أنك تود الإعلان ربما عن أيضا مشروع تعمل به حاليا وهو تطبيق سيربرايز. صحيح، مفاجأة. تفضل، ما هو هذا التطبيق الذكي؟ طيب، أنا أسجل شروحات لفاقدي البصر عادة على الأجهزة الذكية، يعني شرح يكون صوت MP3 بحيث أنه الأعمى يسمعه ويقدر يتعامل مع التقنية ويتصرف معها بكل تلقائية ويتعلم على أشياء جديدة. الشروحات هذه غالبا يستفيد منها 2-3 وبعدين تفقد، تضيع لسبب أو لآخر. لكن الآن إحنا بصدد عمل تطبيق اسمه منهل، يجمع شروحات بصوتي لعدة أمور، إن كان أشياء تقنية، إن كان مهارات يومية، إن كان ألعاب للمكهوفين، يعني في شتى المجالات مجموعة بتطبيق واحد. ومن هالمنبر أحب أشكر أكيد الأستاذ طلال الأسمري اللي تبنى هالمبادرة مشكورا، والمطور الرائع عبد الرحمن إبراهيم وهو في أمريكا، أقوله good morning, wish you a wonderful day. فمنصة جميلة، أتمنى بدل ما كنا نوصل لواحد 2-3-10-20 شخص أنه نقدر نوصل للمكهوفين أجمع وتكون بين يدينهم بالأبليكيشن، يتعلمون عليها بكل بساطة، وأنه يكون خلاص مرجع لهم أي حاجة حابين يتعلمون عليها تكون موجودة بهذا الأبليكيشن. تمام. محمد، أنت أيضا شاركت بعدد من ورش الأعمال والتدريب لمكفوفين في العالم العربي، ماذا استشفيت من خبرتك معهم؟ لماذا يحتاجون هم من تقنيات ربما لتحسين حياتهم اليومية؟ طبيعي، زي ما خبرتك سابقا التقنية عندنا احنا شيء أساسي. أنا لاحظت أنه المكهوفين متعطشين جدا للتقنية لأنه هي أساسية، هي قادرة تغنيهم، وأقولها بالفم المليان زي ما يقولوا، قادرة تغنيهم عن البصر. خلاص في تطبيقات حتى تخبرنا إيش الأشياء اللي أمامنا، إيش يميننا، إيش شمالنا، ما عاد الأعمى بالانغلاق اللي كان قبل. فالحمد لله المكهوفين متعطشين، بس زي ما قلت لك في كثير مكهوفين ما أقدر أوصل لهم، يكونوا ببلاد خارجية برا، يكون ما تكون في جهات تتبنى مثل هالمبادرات. فالحمد لله أتمنى إنه هالتطبيق يكون زي الأداة اللي يستخدمونها وينبسطون فيها ويقدرون يتعلمون منها. مرة مبسوط لأنه قدرت إنه أوصل معلومة أنا تعلمتها وتغيير أنا عشته للناس يمكن تكون كانت مثلي نفس وضعي، فشيء جدا إيجابي، وأتمنى أن الله يعيني أنه أكمل بنفس المجال لأنه ما أعتقد حوقف. تمام. محمد، إلى أين تريد أن تصل؟ يعني بدأت بإذاعة ومقاطع متلفزة حول الأجهزة الذكية، لديك الآن نادي للمعجبين ومكفوفين كثر بالآلاف يتابعوك ويتابعوا أخبار محمد سعد، أنت إلى أين تريد أن تصل بهذه القنوات؟ أمانة الفئة المستهدفة أكثر، يمكن حفاجئك، الفئة المستهدفة أكثر مش المكهوفين، المبصرين هم الفئة المستهدفة. أنتوا إحنا عندنا مصطلح بين نتداوله، المكهوفين أهل الكوفة والمبصرين أهل البصرة، فأنتوا يا أهل البصرة أنتوا الفئة المستهدفة من الموضوع. صحيح. يهمنا أنه يكون في مجتمع واعي، يهمنا يكون في مجتمع واعي بالمكهوفين، يؤمن أنه الكفيف ترى موجود وعايش حياته طبيعي، وما في أحد عاجز إلا الشخص اللي يسمح للإعاقة أنها تكون شماعة يعلق عليها فشله. ابدا، بالعكس العمى، بالعكس العمى احيانا يكون محفز لطاقات كامله داخلك انها تظهر. هذا اللي حاب اوصله، انا هدفي الاساسي او الاكبر انه اوصل صوره للمجتمع المبصر انه احنا موجودين، وير هير، وعايشين حياتنا طبيعي. فبلاش نظره الشفقه اللي تصل حرام مسكين كفيف. صحيح. هذه بس بطلوها، لا بعيد. ما عادت موجودة، فالحمد لله إن شاء الله أكون نجحت. بعيدا جدا عن الشفقة محمد، أنت فعلا قدوة لطموح كثيرين من المكفوفين في العالم العربي، وأنا شخصيا تشرفت هنا باستضافتك في تغريدة الصباح، سأشكرك وطبعا نتمنى لك كل التوفيق. وشكرا لكم كمان. شكرا جزيلا، يعطيك العافية. هلا من الرياض. الله يعطيك العافية.